سيد اتخانق معاك ضرب زق بالبوكس كده في صدره. كان ماتش 1-0 كان في الدقيقه 37 الشوط الثاني، كنت بقى لاعب على فلافيو ماتش كبير جدا. وكان لدرجه اللي هو هيغير، والكوره دي كانت اخر كوره اهي هي دي. برافو عليك. دي انا كنت معاه فيها، وانا عارف اللي هو بيقطع القريبه، بيقطع على القريبه بيفضله ويقطع على القريبه. رحت معاه بعد ما لقيت الكوره بقت بالونه خلاص وفي السكس يارد وعبد الواحد طالع، رحت بص رحت واقف انت. لا انت رحت واقف بقى اتلقيت عبد الواحد. انا خلي بالك انا في الماتش ما حسيتش باللي حصل ده، ما حسيتش. اتلقيت عبد الواحد جاي يبص راسي، قلت عبد الواحد جاي يبص راسي ليه؟ ده امتى؟ بعد الماتش اصحابي بقى اللي هم ده بعد الماتش يعني بعد ده دلوقتي ده كده. ما كنتش حاسس بحاجه، ما حسيتش بحاجه، انا كل اللي في دماغي احنا دخل فينا جون بس انت برضه ما طلعت، تكسلت. لا ما كسلتش، لا 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 انا جريت معاه صح. لو تشوف اجيبها من اول، انا جريت معاه صح اهو، هو بيقطع القريبه الكوره بقت بالونه، فانا هنا استريحت قلت خلاص ده عبد الواحد طالع ياخدها. يعني انت لو مدير فني يا ابراهيم، انت في اول حاجه تقول تحمل مين؟ احملك انت بصراحه. طب الجون لما انا كنت مدير فني، لما الجون بيطلع على كره، انت شايف من وجهه نظرك مين السبب؟ كابتن عبد الواحد؟ اصل عادي يعني ان انا احملك، انا ما اقصدش حاجه والله. لا 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 طبيعي انه المدافع يخطا المدافع يغلط في كره زي دي، خاصه ان انت معاك مهاجم يعني ما هوش سهل يعني. ده كان في الدقيقه 37 وكان فلافيو هيغير بعد الكره دي. ايوه اسامه حسني كان على الخط هيغير مكان اسامه حسني، قال لي بعد واحنا في الماتش قال لي ده انا نازل مكانه في اخر كوره. والله في الدقيقه 37 وعامل عليه ماتش كبير جدا. انا بقى اللي شلت الليله كلها، بس كنت ساعتها في الفتره دي كان الزمالك بيعاني، كان بيعاني لان كنا ساعتها خدنا المركز السادس، بس احنا كنا كان الجمهور ما بيندهش لنا وشيكابالا بس. في الفتره دي بينده ليكوا ايجابي ولا سلبي؟ الصفت وشيكابالا دول لعيبه رجاله بس. ايوه الصفت وشيكابالا دول لعيبه رجاله بس.